في تطبيقات مختلفة. احنا استفدناه في الطب، في الصناعة، في الأبحاث. استخدامات الكواشف، احنا زي ما راح تلاحظون ايضا، وواحدة يمكن من المهام اللي راح تقومون فيها يعني كارسو لاحقا، اللي هو عمليات المسح الإشاعي لقياس مستوى التلوث، معدل تعرف المنطقة، عمليات التأكد من المناطق الإشاعية المصنفة أو لا زالت يعني لا زالت تسجل نفس المعدلات الآمنة يعني، أو هل هناك يعني معدلات تزيد في مناطق معينة عشان يكون في تدخل أو تصرف من الRSO يعني في وقتها. يعني ممكن نستخدمها في عملية العد الإشاعي لتحديد نوع وكمية الإشاعة المادة المشعة. طبعا هذه ممكن نستفيد منها في عدة تطبيقات يعني، سواء في مجال صناعي طبي أو بحثي، وقياس الجرعات الشخصية هذه في مجال الحماية من الإشعاع، نقيس الجرعات التراكمية وهذه مهمة جدا. إذا كنتوا تعرفون TFD هذه من ضمن المقاييس المشهورة جدا، قياس الجرعات الإشعاعية الشخصية، قياس الجرعات الإشعاعية لعمليات العلاج الإشعاعي، التصوير الإشعاعي زي ما قلنا في التشخيص الطبي، ولا حتى في عملية ما تسمى بالNDT أو الكشف الصناعي أو عملية المسح الأمني. الكاشف يستخدم طبعا للكشف عن وجود إشعاع يعني، إحنا زي ما قلنا الإشعاع ما لها طعم ولا رائحة ولا يمكن نتحسس بحواسنا العادية يعني، لابد حاسة سادسة اللي هي الكشف عشان يكشفنا وجود الإشعاع يعني. من خلال الكشف طبعا أنواع كثيرة للكواشف يعني، حتشوفونها إن شاء الله في السلايدات القادمة، متخصصة في تطبيقات مختلفة يعني، ممكن تكشف فقط عن وجود الإشعاع لكنها ما تكشف لك عن كمية الإشعاع. ففي كواشف تكشف لك عن كمية الإشعاع، تقيس لك الجرعة، وأيضا ممكن تكشف لك عن نوع الإشعاع نفسه. أنت معرفة الإشعاع لازم يعني تعرف نوع الإشعاع عشان تقدر تتصرف، تقدر تتعامل مع الإشعاع يعني، هل هو خطير أو مو خطير يعني، أنت تقدر تقيمه كRSO يعني. فسؤالي الحين ألفا، هل هو يعتبر إشعاع خطير أو آمن؟ أبغى صوت مو شات. يعتبر آمن حسب التعرض لألفا يعني، لو كان إنجسشن أو هاي إنهايليشن يعني بيكون خطر، لكن لو تعرض خارجي ما بيكون خطر. طيب ممتاز، وأيضا إجابات على يعني نفس الفكرة، أو فعلا يعني التعرض الخارجي. طيب سؤال، ليش التعرض الخارجي ما راح يكون خطر من ألفا؟ لأن مداها قصير يعني ما تحسس لي. صحيح يعني الإجابات إنه ما يخترق مسافة كبيرة، هي جسيمات ثقيلة عشان كده. طيب ممتاز ممتاز، ما ودي أسأل سؤال ثالث عشان بس ما ضيع الوقت، لكن يعني ممكن تفكروا فيه يعني، مو ضروري الإجابة الحين يعني، هو جسيمات ثقيلة يعني، بس وش العامل الأساسي اللي يخليها ما تخترق مسافة طويلة يعني علميا يعني، هذه فكروا فيها يعني. أيضا الأشياء اللي ممكن نقيسها طاقة الإشعاع، وقت التفاعل، المكان، هذه ممكن تكون في المجالات البحثية وأيضا في التطبيقات يعني. الحين البيت سكانر الموجود يعني للكشف عن الأورام السرطانية أو عملية التشخيص يعني موجودة، مهم أنك تعرف وين مكان التفاعل ووين مكان التفاعل نفسه اللي ممكن تقيسه، فيقدر يحدد لك موقع الورام أو مكان. هذه كلها باستخدام الكواشف يعني، أو ممكن استخدم القياسات الطيفية زي ما قلنا عشان تعرف نوع الإشعاع وطاقته، ولتحليل أنواع الإشعاع معينة ممكن تبحث عن إشعاع مفقود يعني، فتحتاج كاشف يتعرف لك أو يقيس لك الإشعاع وش نوع الإشعاع يعني. أنت لما تبحث عن جسيمات بيتا ولا، فتحتاج كاشف معين عشان تعرف
إن هذا هو المصدر المفقود، مصدر الإشعاع المفقود، تحدد مكانه. يعني التصنيفات الكواشف الإشعاعية لها تصنيفات كثيرة، يعني ممكن تصنفها على المادة، ممكن تصنفها على طرق التشغيل، ممكن تصنفها على الاستخدامات، أو طريقة حتى تشغيلها يعني، أو طريقة الاستفادة منها. ممكن تقول كاشف نشط والكاشف غير نشط. الكاشف النشط يقيس التغيرات بشكل مباشر، يعني يعطيك القراءة مباشرة، معدل التعرض يعطيك إياه مباشر. يعني في كواشف المسح الإشعاعي المعروفة، كواشف النيزيشن تشامبر والبروبوشنال كاونتر اللي راح نتعرف عليه، يعطيك قياس مباشر. أو غير نشطة يحتاج معالجة قبل قراءته، يعني TLD اللي أنت توقع كلكم يعني في المجال الطبي تستخدمونها، TLD وحتى في المجال الصناعي يستخدم، يعني كل عامل في مجال الإشعاع أو يتعرض للإشعاع لازم يكون يستخدم TLD، فما تقدر تعرف الجرعة وقت، تحتاج جهاز آخر عشان يقرأ لك البطاقة هذه ويعلمك الجرعة كم. يعني أيضا زي ما قلنا ممكن تتصنف الكواشف على أنها كواشف غازية، كواشف أمراضية، بناء على المادة المستخدمة في عملية الكشف، يعني أو أشباه موصلات أو أفلام، أوكي، أو على التطبيقات. استخدامات الكواشف أظن أشرنا لها بشكل سريع، بس لكنها تستخدم أيضا بكواشف العد، كواشف غازية، كواشف أمراضية، كواشف القياسات الطيفية اللي ممكن تحدد لك نوع الإشعاع وطاقته. ممكن تستخدم الكواشف الأميضية، كواشف أشباه الموصلات، أو كواشف قياس الجرعات الإشعاعية. ممكن تستخدم اللي هي الكواشف الغازية والأميضية، أشباه الموصلات، TLD، وأيضا الأفلام. ضروري جدا أنك تعرف الكاشف اللي مناسب لعملك، يعني في تطبيق معين مو أي كاشف أنت ممكن تأخذه ويقيس لك، يعني أنت لازم تعرف المصادر المشعة اللي عندك، وش المصادر الإشعاع، الأنواع الإشعاع الموجودة عندك، النشاطية، لازم تعرف وش الطبيعة عشان تقدر تحدد الكاشف المناسب لشغلك. لأن أنت أحيانا ممكن ما تحتاج حساسية عالية للكاشف، ممكن تحتاج كفاءة عالية، ممكن ما تحتاج قدرة تحليل كشفي إذا كانت فرضا شغلك كله بس عملية مسح إشعاعي، أنت تعرف أن وجود إشعاع وما موجود إشعاع، قدرة الكاشف التحليلية إذا كانت عالية تقدر تفرق بين الطاقات، تعرف أن المصدر معين، يعني إذا تحتاج أنك تتعرف على نوع المصدر فتحتاج كواشف ذات قدرة تحليلية عالية. إذا أنت عندك الكواشف أو المصادر ذات طاقات منخفضة أو نشاطية منخفضة تحتاج كواشف ذات حساسية عالية. فهذه الخصائص الأساسية اللي كل واحد لازم يعرفها عشان لو نحط في موقف أنه هو اللي لازم يحضر الكاشف أو يختار الكاشف المناسب لعمله، فلازم يعرف بعض الخصائص الأساسية للكاشف. ففي حساسية الكاشف، كفاءة الكاشف، قدرة الكاشف، وجهد التشغيل. حساسية الكواشف الحالة الصلبة يعني تعتبر أعلى بنحو تقريبا 10 أضعاف من حساسية أجهزة الكشف المملوءة بالغاز. خلنا نرجع شوي كده وأسأل السؤال نفسه، ليش الكواشف الحالة الصلبة حساسيتها أعلى من كواشف الغازية؟ الكواشف أنا قلت في السلايد القادمة أن حساسية الكواشف الحالة الصلبة أعلى ب10 أضعاف تقريبا من الكواشف الغازية. طبعا إجابتكم حول الذي تعتبر صحيحة يعني، لكن هي كثافة المادة نفسها، كثافة المادة صلبة أعلى من كثافة الغاز في تقريبا أغلب التفاعلات أو أغلب الأشعاع يتفاعل مع المادة ويحدث زوج الأيوني اللي ممكن يقاس كثافة المادة. صحيح. الطاقة اللازمة لإنتاج الزوج تكون أيضا منخفضة بسبب أن الطاقة عالية لهذه المواد، كثافة المواد أعلى تقريبا 3 أضعاف من الكواشف الغازية.
تحديد حساسية الكشف في قولون الأشعة الذي يمكن اكتشافه. بعض الكشف الوميضي ذو حساسية منخفضة للكشف عن جسيمات ألفا، لأن جسيمات ألفا لا يمكن اختراق صندوق الكشف. إن شاء الله تكون واضحة النقطة هذه. كفاءة الكاشف، إذا تم تشعيع فرضا الكاشف ب يعني هذه كمثال بس مجازي يعني بحوالي 1000 من أشعة جاما، المفروض إذا كانت كفاءة عالية أن يحول 1000 هذه اللي تعرض لها إلى يعني يقدر يكشف 1000 هذا، بس مو بال يعني ما في كاشف يكشف 100% يعني، هذا يعتبر كفاءة 100%، بس ما في كاشف عنده كفاءة 100% يعني 90% 80% 50% 60%. ف هذا اللي نقصده بكفاءة الكاشف. تكون كفاءة أجهزة الكشف التناسبي للكشف عن جاما منخفضة، لذلك لا يتم استخدامها عادة ككاشف لعدد جاما، لكن نعتبرها جيدة للكشف عن طاقات جاما من مصادرها المختلفة. قدرة تحليل الكاشف، الكاشف إذا هو عنده قدرة عالية يعني حسب التطبيق يعني، بس لديه قدرة للتفريق بين الطاقات المتقاربة جدا يعني في زي الكوبالت أو زي السيزيوم عندهم طاقات متقاربة جدا. طبعا أيضا على حسب التطبيق اللي يعني أنت تحتاج تحلل أو تعرف نوع المصدر. فرضا لو نبغى نكشف عن كوبالت 60 يعني فرضا عنده طاقتين اللي هو جاما 1.17 و 1.33 ميجا إلكترون فولت. لو الكاشف قدرة تحليله منخفضة جدا ما راح يقرأ لك القراءتين هذه الطاقتين هذه، فلذلك ما بناء عليه ما تقدر تكشف إن هذا المصدر هو كوبالت يعني. أوكي، فإذا كنت عملك يتطلب إنك فعلا لازم تبحث عن مصادر معينة وتقدر تحدد نوعها وتسويها تراكينج لأنواع معينة من المصادر المشعة، فتحتاج كاشف قدرة تحليل كشف عالية. أيضا في عمليات التحليل العينات أو نحتاج كواشف ذات قدرة كشف عالية، وراح نشوفها يعني في السلايدات القادمة ممكن توضح المفهوم أكثر يعني. هذه الطريقة اللي ممكن نحدد بها قدرة الكاشف التحليلية اللي هي حاجة يسمونها الفول ات هاف ماكسيمم بالنسبة للبلس اللي طالع لنا من الكاشف. فعرض البلس هذه النبض المفروض أن يكون منخفض جدا يعني يكون صغير جدا يعني تكون شارب يعني. هذه يعطيك فرصة أنك تقدر تكتشف أو تكشف أو تسجل النبضة اللي طالعة من طاقة قريبة منها جدا يعني. طبعا إحنا نقدر نحددها هذه اللي هي الفولت هاف ماكسيمم بالمعادلة اللي أنتم شايفينها، نضربها في السيجما اللي هي الستاندرد ديفيجن يعني عملية إحصائية نقدر نحدد. المفروض أن القيمة هذه تكون منخفضة جدا، هذه معناتها أن قدرة الكاشف عالية جدا. لما يكون عرض البلس هذه عالي جدا أو كبير يعني فراح يغطي لك على البلس اللي بجنبها أو الطاقة اللي بجنبها، فلذلك ما تقدر المجاورة لها فما تقدر تكشفها يعني. هتشوفونها الحين اللي على اليسار، الرسمة اللي على اليسار أو الكيرف اللي على الجراف اللي على اليسار راح تكون good resolution، راح تلاحظون اللي هو البلس بالخط المستمر اللي هو الفولات هاف ماكسيمال ويت هاف ماكسيمال اللي هو صغيرة جدا، فنقول إنه good resolution يعني قدرة تحليل عالية. لكن لما عرض البلس نفسه يزيد راح نقول ان يعني الريزولوشن يعني ضعيف جدا او قليل. اللي على اليمين راح تلاحظ ان لو كانت قدره التحليل الكاشف ضعيفه جدا يعني راح تو بيكس تحت تحت النبضه الكبيره هذه تقريبا اخفتها لو كانت الكاشف يعني الفول ويت هاف ماكسيمم يعني كبيرة جدا، فراح تخفي البلسز اللي طالعة من طاقتين مختلفة يعني. الأنماط التشغيل الكواشف، التشغيل الكاشف يعني ممكن يتشغل عن
نمط يسمونه الكرنت مود أو نمط التيار ولا البلس مود يعني. طبعا هذه تفيدنا في التطبيقات المختلفة للكاشف وأنواع معينة من الكاشف هي تتشغل في يعني ما نحتاج فرضا البلسز هذه إلا في القياسات الطيفية فرضا أو عشان نعرف النوع الإشعاع نمط التيار في عملية قياس عملية المسح الإشعاعي يعني أنت تقيس تيار فقط يعني ولا يهمك نوع الإشعاع أو بس يهمك وجود إشعاع. فنمط التيار أو الكرنت مود مقياس التيار الناتج عن الكاشف يعني يجمع لك شحنة خلال فترة زمنية معينة فقط بغض النظر عن الحدث وين صار أو ما يركز لك على الإيفنت نفسه اللي حدثت فيه الانيزيشن نفسه. فمثلا يتم تشغيل الكاشف المستهدف قياس الجرعات الإشعاعية في نمط التيار قياس الجرعات الشخصية أو الجرعات الإشعاعية ما يهمنا أساساً نوع الإشعاع يهمنا بس الجرعة نفسها. النمط النبضي يستخدم لتسجيل كل حدث تأيم بشكل فردي يعني اللي هو النبضة نفسها هذه معناها حدث أو تفاعل تكوين الزوج اللي حصل يعني. يستخدم في القياسات ذات مستويات منخفضة من الإشعاع. طبعا هذا أيضا سؤال ليش نستخدمه في القياسات ذات مستوى منخفض من الإشعاع كتقريب لكم ومتعلق بالسلايد اللي قبله يعني كل ما زاد مستوى الإشعاع راح يأثر على كفاءة الكاشف نفسه. ليش المستويات العالية من الإشعاع لما يكون معدل الإشعاع عالي جدا معدل التعرض عالي جدا يؤثر على مستوى كفاءة الكاشف؟ نبغى صوت لماذا مستوى منخفض من الإشعاع مناسب لتشغيل الكاشف في النمط النبضي أو البلس مود؟ No answer. طيب فكروا فيها واللي يبغى يعني يعرف الإجابة راح نقولها دحين إن شاء الله. يتم تشغيل الكاشف في هذا النمط عندما يحتاج المستخدم التعرف على نظائر مشعة أو طاقة زي ما قلنا إنه يحدد لك الإيفنت نفسه الحدث نفسه ويعلمك نوع الإشعاع وطاقته. عشان كده إحنا نستخدمه في القياسات الطيفية تعرف إن معرفة نوع الإشعاع. في إجابات على أوكي. طيب أنواع الكواشف الإشعاعية بناء على مادة الكاشف ممكن زي ما قلنا تصنيفها كواشف غازية حالة صلبة الكواشف الوميضية اللي تعتبر أيضا كواشف الحالة الصلبة أفلام إشعاعية أو أفلام الإشعاع TLD والثيرموليمينسنس دوزيمتر وعلى سبيل المثال الليثيوم فلورايد هذه المادة الأساسية فيه لكنه يعني ممكن ينتج بمواد مختلفة. أنواع كواشف الإشعاع يعني بناء على استخدامه في كواشف العد أو كواشف الطيفية أو مقاييس الجرعات أو الكواشف المستخدمة في التصوير الإشعاعي. فلو تلاحظون كواشف العد لقياس التفاعلات يعمل في نمط التشغيل النبضي هذا يعلمك في عدد التفاعلات تعرف الإيفنت اللي حددته أو عملية التعيين لأنك أحيانا تحتاج أنك تعد التفاعلات الإشعاع نفسها أو الإشعاع تسوي لك كاونتينج أو الطيف يعني تعرف نوع الإشعاع وطاقته أو مقياس الجرعات زي ما قلنا يستخدم في قياس بنمط التشغيل التيار. الكواشف الغازية إحنا زي ما قلنا من اسمه كاشف غازي معناه المادة الأساسية أو الفعالة يسمونها هي الغاز. الإشعاع يتفاعل مع الغاز يحدث تأين للغاز ويكون زوج أيون وإلكترون زوج من الأيونات والإلكترونات. الأيونات هذه يتم تسجيل كل إيفنت تمام نتيجة تطبيق جهد بين طبعا خلينا نشرح لكم بالنسبة لتركيبة الكاشف عشان توضح الصورة لما نشرح طريقة عمله. يعني الكاشف زي ما تلاحظون على اليسار
عبارة عن أسطوانة، ممكن يكون شكل آخر، لكن أسطوانة السنتر اللي هو قطب موجب، وجسم الأسطوانة نفسها يعتبر قطب سالب. لما يطبق مجال كهربائي بين القطبين يصير في عملية جذب للأيونات الموجبة للقطب السالب والإلكترونات للقطب الموجب. وبكذا نقدر نسجل تيار معين نقدر نقرأه ونقدر نربطه بكمية الأشعة اللي تفاعلت يعني. بس الأشعة إذا تفاعل مع مادة الغاز بيكون لك عملية تأيل للغاز، بيكون لك هذا الزوج، ونتيجة تطبيق المجال ممكن مجال كهربائي ممكن أنه يصير فيه قراءة للتفاعل الأشعي أو تسجيل الأيونات هذه. لو كان الإشعاع بطاقة منخفضة أقل من الطاقة اللازمة لإنتاج الزوج يسمونه إنتاج الزوج الأيوني، ما راح يكون راح يسجل شيء الكاشف يعني. فهذا اللي نتكلم عن حساسية الكاشف يعني. فالكواشف الغازية أقل حساسية من الكواشف الصلبة يعني. وراح تشوفون يعني لما نوصل لكواشف أشباه الموصلات كيف حساسيتها عالية جدا. هذه طبعا تساعدك إنك تصنع الكاشف بحجم صغير يعني. ينتج عن عملية التأيين إنتاج زوج من الأيونات. طبعاً في الغاز يعني الطاقات اللازمة لتكوين الزوج الأيون من 25 إلى 35 تقريباً باختلاف الغاز يعني، باختلاف المواد المخلوطة مع الغاز يعني. طبعاً في أنواع كثيرة من الغازات ممكن تستخدم، ممكن يستخدم الهواء العادي يعني في عملية بناء الكاشف، أو مستخدم الأرجون، أو بشكل عام الغازات الخاملة في عملية الكشف الإشعاعي أو كشف الغازات يعني. فالطاقة اللازمة يعني أو العتبة اللي ممكن يصير فيه تأين هي من 25 إلى 35 إلكترون فولت لكل أمبير يعني. يحتاج إنك 25 إلى 35 تقريبا 34 اللي متعارف عليه يعني، ممكن تلقونه في أكثر الكتب حول هذه القيمة هي الطاقة اللازمة لإنتاج الأيون يعني. أقل منها احتمال ضعيف إنه يكون فيه تحسس للأشعة يعني. بعد تكون الأشعة والأيونات هذه يتم تجميع الأيونات المتركبة نتيجة تطبيق مجال كهربائي زي ما قلنا بين الأنود والكاثود اللي هو القطب الموجب والسالب. أنواع الكواشف الغازية، طبعا تصنف الكواشف الغازية بناء على الجهد المطبق. فعندك الغرفة الأيونية والعداد التناسبي وعداد جايجر، تم تصنيفها بناء على جهد التشغيل اللي هو المجال الكهربائي بين القطب السالب والموجب. تمام. الغرفة الأيونية تعمل على نطاق معين من الجهد المطبق، العدد التناسبي أيضا على نطاق مختلف عن الغرفة الأيونية، وأيضا عدد جايجر يختلف عن الاثنين السابقين، ولكل واحد منها تطبيقة مختلفة. هذا هو الجراف المشهور اللي يصنف لك الكواشف الغازية. فلو تلاحظون قبل الكواشف، قبل الأيونيزيشن تشامبر، منطقة يسمونها الريكومبينيشن أريا. المنطقة هذه لما يصير فيه تفاعل الغاز أو الأشعة مع الغاز يتكون زوج الأيون، لكن ما يكون المجال الكهربائي كافي إنه يسحب الأيونات للقطب السالب والإلكترونز للقطب الموجب، فترجع مرة ثانية وتتحد مع بعضها اللي يسمونها recombination، فما تتحسس شيء. فالمنطقة هذه غير صالحة لأنها تستخدم أو تشغيل الكاشف في هذه المنطقة، فنضطر أن نزيد الجهد إلى منطقة معينة نضمن ان الريكومبينيشن بروسيس هذه ما تصير يعني. فاحنا ندخل في نطاق يسمونه الايونيزيشن تشامبر. راح تلاحظون ما يسمونه البلاتو اللي هو عمليه العد او عمليه الايونات المسجله ما تختلف الى حد معين مع الجهد الى جهد معين يعني، لأن تقريبا كل الأيونات اللي تكونت نتيجة تفاعل الأشعة مع المادة تم تجميعها أوكي في نطاق معين من الجهد. فمهما زدت الجهد يعني ما يعني هذه الأيونات يعني تم تجميع كل الأيونات. هذا هو الليفل أوف الكيرف اللي أنتم شايفينه يعني. طبعا راح تلاحظون ألفا وبيتا أو اللي هو تقريبا الخطين الواضحة أمامكم اللي هي ألفا وبيتا، يعني معناته الكاشف في هذه الجهد التشغيل ممكن يستخدم في عملية التفريق بين أنواع الإشعاع يعني. فألفا زي ما
أشرت وأجبت على السؤال، عملية التأيون فيها عالية جدا، فراح يكون عملية الأزواج الأيونية عالية جدا، فراح تكون البيتا بعكسها تماما، البيتا اللي هي إلكترون في عملية التأيون تكون منخفضة، عملية الأزواج أو نتج لذلك الأزواج الأيونية المتكونة قليلة جدا. كذا تقدر تكشف نوع الأشعة، فالأيونيزيشن تشامبر حساسة لي يعني تقدر تكشف منها نوع الأشعة. وضحت الصورة؟ في أي سؤال عن ال نشيك على الشات لأنها ممكن يا دكتور نقول يعني أفضل الكواشف بالنسبة لأشعة ألفا وبيتا الأيونيزيشن تشامبر يعني؟ هو صعب المهم يعني الأيونيزيشن أنا ما لخبطت كده ما عارفة. لا إن شاء الله ما تلخبطي، بس هو زي ما قلت أنا في البداية ما في كاشف هو أفضل، أوكي؟ على حسب التطبيق. فأنت لما تكون فرضاً في عملية المسح الجايجر ما راح يفرق لك بين الألفا والبيتا يعني، لكن أنت إذا تبغى التفريق بين الألفا والبيتا فتقول أوكي أستخدم الأيونيزيشن تشامبر، أوكي؟ ممكن أستخدم الأيونيزيشن عشان أفرق بين الألفا والبيتا. أي هو يستخدم للتفريق بين الألفا وبيتا، أوكي؟ لكن راح تلاحظ ان الايونيزيشن تشامبر، لكن تلاحظين الايونيزيشن تشامبر ما راح يستخدم في اذا كانت الطاقات منخفضه جدا، اوكي؟ راح تلاحظين كاشف في البروبوشنال او التناسبي اللي بعد الايونيزيشن تشامبر، المنطقه اللي بعده راح تلاحظين الحساس جدا للطاقات المنخفضه، اوكي؟ اتوقع الصوره راح توضح بشكل كبير بعد ما يعني نخلص الانواع الكواشف الغازيه. أتوقع أنك ممكن تحددين الكاشف المناسب يعني، لكن الأيونيزيشن تشامبر البروبوشنال كاونتر كلها تستخدم للتفريق بين الأشعة، الأيونيزيشن تشامبر مناسب للطاقات العالية، البروبوشنال كاونتر لي حساس جدا نتيجة الجهد المطبق، وراح نعرف ليش للطاقات المنخفضة. فإن شاء الله أنا ما راح يكون في لخبطة يعني، إن شاء الله توضح الصورة. طيب هذه هي المميزات، ممكن توضح لك شوية الصورة. المميزات غير حساسة للجهد المطبق زي ما قلنا، احنا في نطاق معين مهما زدت الجهد خلاص اوريدي تجمعت كل الايونات اللي احدثها الاشعة او كونها الاشعة، فهي غير حساسة للجهد المطبق. التناسب تيار التشبع ساتوريشن كارنت تناسب مباشرة مع الطاقة المودعة، فعشان كده احنا نقدر نفرق بين الالفا والبيتا. اقل تاثر من تدهور او استهلاك الغاز المستخدم في هذا النوع من الكواشف، لان الجهد اساسا مطبق ما هو كبير عشان ياثر على استخدام الكاشف. العيوب التيار منخفض، اقل حساسيه، هو بس قاعد يجمع لك الايونات اللي تكونت يعني، فالاشعاع بالعاده يكون ايونات قليله جدا، وفي هذه المنطقه ما تتكون اكثر من الايونات اللي كونها الاشعاع نفسها التفاعل الاساسي. هي أقل حساسية، ولذلك في هذا النوع غير مناسب لكشف مستويات الإشعاع المنخفضة. أوكي وضحت الصورة. لما تقولين هل هو أفضل، أفضل في حالات وسيء في حالات يعني، أوكي؟ لازم يكون عندكم الكونسبت، لأن ما في كاشف يصلح لكل شيء، أوكي؟ أهم شيء أنك تحدد أنت وش الاستخدامات على أساس أنت تقدر تستخدم الكاشف اللي فعلاً يتناسب مع عملك يعني. يلزم استخدام الإلكترونيات الأقل ضجيجاً في المعروفة في الإلكترونيكس، اللي عند دارس إلكترونيك في حاجة اسمها low noise electronics اللي تخفض لك، لأن التيار اللي تسجل لنا منخفض جداً، فأنت ما تبغى أي تشويش من الإلكترونيكس نفسها، لازم تكون الإلكترونيكس جيدة يعني ما تسبب لك كرنت إضافي أو شيء تأثر على الكرنت الأساسي. تتأثر بشكل كبير بالعوامل الجوية المحيطة، درجة حرارة والضغط، تستخدم بشكل فعال فقط في نمط التشغيل المعتمد على قياس التيار وليس النبضة، نظرا للإشارة ضعيفة، الاستجابة بطيئة زي ما قلنا، هذا بسبب أن الأيونات اللي تكونت منخفضة جدا، لأن الجهد المطبق فقط يجمع لك الأيونات اللي تسجلت فقط اللي أحدثها الإشعاع. وحتى يعرفوا الفرق اللي يتكلم عنه، الكلام اللي يتكلم عنه راح تعرفوه من معرفة آلية التشغيل البروبوشنال كاونتر أو عدة التناسبي. استخدامات الغرفة الأيونية في عملية المسح الإشعاعي، أتوقع هذا معروف بالنسبة لكم، الكاشف الأصفر اللي على اليسار في الأعلى،
لغرض الحماية من الأشعة، قياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة النظائر. طبعاً هو مناسب جداً لمعايرة النظائر لأنه راح يقيس لك الإشعاع الأيونات اللي كونها الإشعاع بالضبط، يعني ما راح يقيس لك أي أيونات إضافية، تمام؟ فتقدر تعاير، تقدر تعاير أي نظائر يعني، بخلاف البروبوشن كاونتر لأنه ما راح بس ينتج لك الأيونات اللي ينتجها الإشعاع الأساسية، ولكن بسبب الجهد المطبق يصير فيه أيونات إضافية. العداد التناسبي إن شاء الله مع فهم طريقة أو عمله أو المنطقة هذه جهد التشغيل وش اللي يسوي جهد التشغيل في هذه المنطقة راح توضح الصورة والفرق بينه وبين الانيزيشن تشامبرين. المنطقة التالية الانيزيشن تشامبر نسميها البروبوشنال كاونتر، أوكي؟ لأن بخلاف الانيزيشن تشامبر مهما زدت الجهد ما تتغير، لكن هنا كل ما تغير الجهد يزيد تكون الأيونات أو تسجيل الأيونات اللي نتجت عن الإشعاع، الأيونات اللي نتجت عن الإشعاع تتضاعف، بخلاف الأيونيزيشن تشامبر مهما زدت ما راح يتغير شيء، هي نفسها عدد الأيونات اللي تكونت في الأساس تتجمع بشكل كامل في هذه المنطقة من الجهد. لكن البروبوشنال كاونتر أو يسمونه العداد التناسبي، كل ما زدت الجهد زادت عملية أو كمية الأيونات المتكونة يعني في الغاز نفسه. هذا طبعا نسميها بعملية الغاز amplification. في أحد عنده فكرة كيف تكونت أيونات إضافية؟ هذه هي فكرة ال هذا الشات شكلي لما أتوقع الصوت أفضل صراحة، أفضل المشاركة الصوتية. طيب العدد التناسبي البي ام كيوب يا دكتور، عفوا البي ام كيوب اللي هي بتضعف الفوتو ملتبلاير كيوب بتضعف البي ام تي، هذا جهاز أيضا يعتبر كاشف ويسوي لك نفس العملية يعني، لكن بطريقة مختلفة يعني. هذه في عملية الغاز نفسها راح أشرحها يعني، أوكي؟ في البي ام تي الوضع شوي يختلف، ولكنها يصير في تضاعف للإلكترونز الموجودة يعني، أنت تبدأ بالإلكترون ويتضاعف لك عشان تكبر الإشارة، يعتبر أمبليفاير للإشارة الناتجة عن الكواشف الرمضية، هذا في البي ام تي يعتبر كاشف لكن ما هو غازي يعني. الكاشف الغازي يتضاعف داخل الغاز، الأيونات داخل الغاز نفسه قبل ما يكون في أمبليفاير، قبل ما يكون هذه الإشارة نفسها اللي طالعة من الكاشف نفسه، أوكي؟ بالبي ام تي يستخدم مع كواشف مو الغازية، يستخدم مع الحاجة يسمونها الكواشف الرمضية وراح تعرفوها يعني، بس هو يصير عملية تضاعف مشابهة. طبعا هذه الرسمة تشرح لكم العملية نفسها، الغاز أمبليفيكيشن، لما تلاحظوا البرايمري ايونز ضرب الغاز، هذه طبعا داخل الكاشف الغازي، تكون الزوج الايوني الاول، ولكن نتيجه التطبيق احنا قلنا في المنطقه هذه زدنا الجهد صار عمليه تسريع للايونات يعني. في الايونيزيشن تشامبر ما في تسريع للايونات، الطاقه كانت فقط جذبت الايون والالكترونز الى القطب الموجب والسالب، لكن في حالتنا هذه الأيونات المتكونة البرايمري راح تشوفونه فوق كسب طاقة، فهو بدوره سوى تأيون للغاز يعني، ما هو بس بسبب الإشعاع يعني، الإشعاع بس سوى لك زوج أيوني واحد، والزوج الأيوني زي الإلكترون فرضا لو نأخذها، المؤشر يطلع معكم ولا المؤشر يطلع على الشاشة عشان بس أقدر أحرك إيه؟ نعم يظهر. طيب ممتاز، إذن هذا هو الزوج الأيوني الأساسي، الإلكترون كسب طاقة، كسب طاقة نتيجة الجهد، إحنا قلنا زدنا الجهد يعني في المنطقة اللي بعد الانيزيشن تشامبر، فكان طاقة عالية كافية لأنها تسوي تأيون ثاني، كأنه إشعاع ثاني، كأنه إشعاع، ولكن مو بالإشعاع اللي سوى
فقط كان الإشاعة هذا أنتج الزوج، والجهد المطبق بين السالب والموجب، القطب السالب والموجب، هو كان السبب في عملية التأين يعني. فسرع الإلكترون فرضاً على سبيل المثال كون زوج أيون ثاني، وهذا الإلكترون بدورة تسرع أيضاً وكون زوج أيون، صار زي ما تقول تكاثر وتضاعف في عملية الأيونات المنتجة يعني. هذا نسميها كلها السكندري أيونز. السكندري أيونز مو بسبب الإشعاع نفسه، ولكن بسبب الزوج الأيون اللي طلع من الإشعاع نفسه، ونتيجة لتطبيق الجهد سوى تسريع وأضاف طاقة للأيونات المتكونة من الإشعاع، عشان كده صار فيه تضاعف. صار في تضاعف معناها الإشارة اللي طالعة من الكاشف عالية جدا، الأزواج الأيونية اللي تطلع من الكاشف أو الإشارة بتكون قوية جدا عالية جدا، عشان كده إحنا نقول إنه مناسب للكشف عن الإشاعات منخفضة في الطاقة. فإذا جاك إشعاع منخفض الطاقة سوى لك أيون، لكن نتيجة للجهد راح يسوي لك تضاعف كبير في الغاز، ولذلك حتى لو كان الإشعاع ضعيف جدا الكاشف هذا حساس يعني ينتج لك أيونات كثيرة. وضحت الصورة. فيستخدم العداد التناسبي في حالات اللي تكون فيها انتاج الزوج بواسطة الإشعاع المعين هي صغيرة جدا يعني. في بعض الإشعاعات يعني تسوي لك تعين الغاز بشكل كبير جدا، فما يحتاج الكشف التناسبي. ولكن إذا كانت فرضا أنت تبغى تكشف عن الطاقات المنخفضة، يهمك أنك تكشف عن الإشعاع ذات الطاقات المنخفضة، فتحتاج العداد التناسبي يعني. حساسية عالية مقارنة بغرفة التأين زي ما قلنا، لأنه يكون لنا أيونات عالية جدا، كمية أيونات كبيرة جدا. يستخدم الكشف عن الجسيمات المعينة والفوتونات منخفضة الطاقة. يستخدم في التحليل الطيفي، لأن لو تلاحظون لا زال يفرق بين ألفا وبيتا، فممكن يستخدم في عملية التفريق بين ألفا وبيتا. يستخدم أيضا بشكل كبير في الكشف عن النيترونات. عداد جايجر، وأتوقع الكل مستخدمه أو يعرفه أو حتى في بشكل كبير على نطاق واسع. أيضا نتيجة نفس فكرة البروبوشنال كاونتر يعني، نفس الآلية يعني، راح يصير في تضاعف في الغاز، لكن تضاعف كبير جدا يعني تقريبا 10 أضعاف اللي يحدث في البروبوشنال كاونتر. ولذلك راح تلاحظون أن أي تغير للجهد ما عاد يفرق يعني، مع يعني نتيجة العدد كبير جدا في الأيونات المتكونة يعني، فزدت الجهد فما يصير حساس للجهد. المنطقة هذه بعد حد معين مهما زدت الجهد ما راح يغير، لأنه تقريبا صار فيه تضاعف كبير في الغاز. أوكي، تقريبا كل الغاز صار فيه أزواج أيونية. المنطقة هذه راح تلاحظون إن اختفت الخطين يعني، فالجايجر ميلر مو مناسب للكشف عن أنواع الإشعاع. يعلم كم في إشعاع وحساسية عالية جدا يعني، إحنا قلنا زيادة الجهد تزيد حساسية الكاشف لأنه يزيد عدد الأزواج الأيونية، لكن البروبوشنال كاونتر لا زال يفرق بين الألفا والبيتا، حساسية عالية مقارنة بالإيونيزيشن شامبر. الجايجر ما راح يكون عنده حساسية لأنواع الإشعاع، ولكن أي إشعاع ومنخفض الطاقة راح يكشف عنه يعني، يكشف في إشعاع يعني عن وجود إشعاع، لذلك يستخدم في عمليات المسح الإشعاعي بكثرة. كاشف لديه حساسية عالية، يستخدم في مسح المناطق المتلوثة يعني عشان يكشف عن التلوث. الحساسية العالية طبعا كاشف، يستخدم كاشف مراقبة للمناطق الإشعاعية أيضا الحساسية العالية. لا يمكن أن أقدم معلومة عن طاقة الإشعاع زي ما شرحنا، ما يفرق بين الإشعاع يعني، ولذلك ما يقدر يتحسس الطاقة. ملخص سريع يعني، غرفة التأين يكون فيها التأين متناسب مع طاقة الإشعاع، قلنا الأيونات اللي طلعت من اللي أنتجها الإشعاع نفسها هي اللي تتجمع، تكون منخفضة طبعا التيار دي فما تكون حساسة. العدد التناسب يتشابه مع غرفة التأين في هذه الخاصية يعني، يقدر يفرق بين الطاقات. غرفة التأين والعداد التناسبي يمكن استخدامه لتقييم معدل الجرعة. العداد التناسبي يمكن أن يستخدم في إنتاج نبضات تتناسب مع طاقة المعينة، طاقة الإشعاع المعينة، لذلك يمكن استخدم في تحديد نوع الإشعاع مثل الإيونيزيشن شامبر، ولكن حساسية أعلى. في عداد جايجر طبعا نتيجة تطبيق الجهد العالي، الإشعاعات ذات الطاقة العالية أو المنخفضة تنتج التأين نفسه تقريبا، تمام.
ولذلك لا يمكن التفريق بين الطاقتين أو الطاقات المختلفة ولا نوع الإشعاع. يعني حساس جدا لأي نوع من الإشعاع، لا يمكن التفريق بين النوع المختلف من الإشعاع. طبعا كلها أشرنا لها سابقا. تطبيقات الكواشف الغازية أيضا في عملية المسح الإشعاعي، المناطق الملوثة، قياس الجرعات الإشعاعية والمعايرة. المعايرة الأيونيزيشن تشامبر تستخدم في عملية المعايرة زي ما قلنا، لأن الأيونات الأيونيزيشن أو زوج الأيونات اللي طلع كان هو ناتج أو نتج عن الإشعاع نفسه، بينما البروبوشنال كاوندر أو عدد التناسب لا يستخدم في المعايرة لأنه ما يعكس الصورة الفعلية للأيونات اللي طلع اللي نتجت عن الإشعاع نفسه. الكواشف الوميضية طبعا هذه أنواع أخرى من الكواشف اللي ممكن تصنف على أنها غازية، أيضا فيه غازات وميضية، فيه سوائل وميضية، فيه كواشف وميضية صلبة، يعني مواد صلبة يعني بلاستيكية أو يسمونها مواد عضوية أو غير عضوية. يعني الكاشف الوميضي طبعا يعتبر يعني أيضا من الكواشف المستخدمة على نطاق واسع، يستخدم مواد معينة. طبعا الكاشف الوميضي إذا تعرض للضوء، بالنسبة للكاشف الغازي إذا تعرض للإشعاع راح ينتج لك أيونات، تمام؟ أنت تقيس الزوج الأيون المتكون. بعكسها الكاشف الوميضي إذا تعرض للإشعاع ينتج ضوء. الضوء هذا زي ما أشارت الأخت يستخدم الـ BMT أو ملحقات إلكترونية من ضمن الـ BMT أو مضاعف للإلكترونز، لأنه يحول الإلكترون أو اللايت أو الضوء الفوتون إلى إلكترون ويحول بعدها إلى إشارة كهربائية. هذه المواد تنتج ضوء في نطاق معين من الطيف الكهرومغناطيسي، يتم تحويلها إلى إشارة كهربائية ليتم معالجتها والاستفادة من المعلومة التي تحملها عن نوع الإشعاع وطاقته. طبعا هذه بشكل سريع يعني الكواشف الوميضية. يعني انت راح تظن ان اطوال موجيه مختلفه، يعني الإشعاع لما يتفاعل ممكن يطلع لك اللايت او الفوتون باطوال موجيه مختلفه. طبعا هذه تركيبه او بناء الكاشف نفسه. راح تلاحظون المنطقه هذه عند السهم الاحمر، هذه ماده الكاشف اللي هي الكاشف الوميضي. لما يكون فيه الإشعاع راح يتكون لك ضوء، الضوء راح يتحول عن طريق ما يسمى بالفوتو إلكترون، يعني يحول لك الفوتون إلى إلكترون، والإلكترون نفسه بعملية طبعاً هذه الأسطح مطلية بمواد تعمل على إنتاج الإلكترونات بشكل أكبر. يعني الإلكترون واحد ممكن ينتج لك إلكترونين، والإلكترونين تطلع لك أربعة، وهكذا يتضاعف لزيادة قوة الإشارة نفسها. لأن بشكل عام الكواشف الإشعاعية الإشارة الناتجة عنها نتيجة تفاعل الإشعاع مع المادة نفسها ضعيفة جدا، فالملحقات هذه الإلكترونية ضرورية جدا عشان نكبر الإشارة، وممكن أنها تكون بشكل بقوة ممكن أنها تستخدم لعملية الكشف. الكواشف الوميضية ممكن قلنا احنا عضوية سواء سائلة أو صلبة، وكواشف غير عضوية الكواشف الوميضية الغازية، هذه أنواعها تستخدم في عملية المسح الإشعاعي والتصوير الإشعاعي على نطاق واسع. التصوير الإشعاعي التصوير الطبي حتى التصوير الصناعي، تستخدم في عملية المسح الإشعاعي مراقبة البيئية في بعض البوابات، تركب يعني على بعض البوابات اللي هي بوابات مراقبة تتحسس إذا في مصادر إشعاع. حتى في المجال الطبي يعني ممكن لما يكون في بوابات على بعض المستشفيات أو شيء عشان مصدر الإشعاعي، نضمن أن المصدر الإشعاعي ما ينتقل من المنطقة المفروض أن يكون فيها إلى منطقة أخرى، أو ممكن عمليات سرقات أو تهريب المواد المشعة، تمام؟ وعشان نضمن يعني ممكن ما يصير فيه سرقة أو شيء، ولكن ممكن بخطأ مهني شخص يعني ممكن يأخذ مصدر وينساه معه أو شيء، وهذا ممكن يسبب كارثة يعني بحيث أن يتعرض يعني في بعض الحوادث، يعني شخص نسى المصدر المشع معه وراح البيت والمصدر المشع معه، وزي ما قلنا إحنا الكاشف الإشعاع ما في لا لون ولا رايحة ولا شيء، وما عنده كاشف في البيت عشان يتحسس إنه، فتعرض بشكل كبير إلى معدل عالي من الإشعاع، طبعا تسبب له يعني مشاكل طبية، وأتوقع تعرضوا أهلا للإشعاع نفسه. فهذه ضرورية جدا الكواشف الإشعاعية وكواشف البوابات المراقبة الإشعاعية للحماية من الإشعاع يعني، أو تحقيق حتى الأمن النووي والإشعاعي.
أنواع الكواشف الوميضية بناء على المادة الوميضية، طبعاً في المشهور يعني الصوديوم أيدايد أو اليوديد الصوديوم، استخدم قياس أشعة جاما. كشف الوميض البلاستيكي ممكن استخدم الكشف عن أشعة أيضاً جاما أو الإكس راي. الكبريتيد الزنك استخدم قياسات جسيمات ألفا. فأيضاً الكواشف الوميضية لها أنواع مختلفة لعمليات للتطبيقات المختلفة والمصادر المختلفة. كواشف أشباه الموصلات أو كواشف الحالة الصلبة، أيضاً كواشف الوميضية أيضاً تسمى الحالة كواشف الحالة الصلبة. مادة الكشف أو المادة الفعالة هي شبه الموصل مثل السيليكون والجرمانيوم. في عملية الكشف الأشعة المعين بشكل مشابه للي يحدث في الغاز، اللي هو إحنا قلنا في الغاز إنه يصير فيه الأيون إلكترون بير أو زوج الأيوني، هنا لا يصير إلكترون هول، ولا هي نفس الفكرة يعني، بس هذا المفهوم في عملية أشباه الموصلات أو اللي تكون في أشباه الموصلات يعني نتيجة تفاعل الأشعة مع مادة الشبه الموصل. يعني طبعا تكون الزوج الأيوني إلكترون هول بير، هذا يعطيك يعني ممكن أنت نفس الفكرة بالتطبيق وجهد، ويمكن تقيس التيار يعني ممكن تجذب الإلكترون والهولز وتقيس التيار، راح نعرف آليته والميكانيزم كيف يشتغل إن شاء الله السلايدات القادمة. هذاك بناء الكاشف شبه الموصل، طبعا مبني من two layers اللي هي pay layer اللي هو المنطقة الموجبة أو الوصلة الموجبة، والطبقة السالبة N layer تطبق جهد عكسي بينهما يكوننا حاجة يسمونها depletion layer depleted region. هذه اللي المنطقة الفعالة، لما تتفاعل الإشعاع يضرب المنطقة هذه راح يكوننا زوج اللي زي ما ذكرنا الإلكترون هول بير، وبالنتيجة تطبيق الجهد ممكن نجمع الإلكترون هول بير دي ونربطها بكمية الإشعاع ونقيس بحسب التطبيق الجرعة الإشعاعية أو فقط للكشف أو حتى نوع الإشعاع نفسه. طبعا إحنا قلنا بداية أن الكواشف هذه حساسة نتيجة الكثافة العالية، ولذلك ممكن تصنع كواشف أشباه الموصلات بحجم أقل، هذه من ضمن المميزات يعني حجم الكاشف صغير مقارنة بالكاشف الغازي، الدقة عالية في قياس الطاقات الإشعاع الطيفية، السيليكون يستخدم قياس الجسيمات، الجرمانيوم هذه المواد المستخدمة لقياس أشعة جاما لأن كثافتها عالية وطاقة جاما مرتفعة، فممكن الجرمانيوم مستخدم بكفاءة لقياسات جاما. العيوب معتمد على اتجاه الأشعة في القياس، يعني طبعاً هذه واحدة من الأشياء المفروض الكاشف إنه نقلل اعتماد عملية الكشف نفسها على الاتجاه اللي نتكلم عنه، يعني directional dependence اللي هو لما يكون المصدر على زاوية 90 أو على زاوية 180 أو على زاوية 45 المفروض إنه يعطيك نفس القراءات، يعني يفترض يعني أو على الأقل اختلافات بسيطة جداً. أوكي، هذه واحدة من العيوب اللي في يعني في كشف أشباه الموصلات. لو بس نشرح زيادة عن الموضوع ذا إذا كانت ما فهمت، اللي هي ال TLD. لما تستخدم ال TLD أنت راح تركب ال TLD على الصدر، يعني في منطقة الصدر يعني بشكل عام. يعني فلما يكون الإشعاع أمامك راح يقيس الإشعاع بكفاءة عالية، لما يكون الإشعاع خلفك راح يكون أقل كفاءة. تمام، فطبعاً أحياناً صعب إنك تجيب كاشف ممكن أو تصنع كاشف إنه ما يعتمد على الاتجاه بشكل كبير يعني، لكن إحنا اللي نتكلم عنه إنه يكون اعتماد على الاتجاه أقل ما يمكن يعني. فالTLD واحدة من الكواشف اللي فعلاً اعتمادها قليل على الديركشن، لما تجي تغير الزاوية بالنسبة عن مصدر الإشعاع أكيد إنها تختلف القراءات، ولكنها الاختلافات بسيطة جداً. الحرارة لها تأثير على استجابة الكاشف. الكواشف هذه طبعا تبرد بالنيتروجين، طبعا من الاختراعات الجديده وفي بعض الكواشف السوليد ستيت اللي هو السيمي كوندكتور الجديده ما يعني تبرد بس بطرق مختلفه، او بعضها وهذه موجوده يعني ومطبقه يعني تغلبوا على المشكله هذه فما يكون فيه الجهاز التبريد يعني. طبعا مع طول الاستخدام يحدث ضرر على ماده الكاشف يعني. فيه سؤال إلى الآن، لأن ما نبغى نمشي إذا كان
طيب كواشف الفيلم الأشعة والراديوغرافيك فيلم أيضا من أنواع الكواشف، نتيجة تستخدم طبعا التفاعلات الكيميائية أو التغيرات اللي تحدث الأشعة على هذه المادة. ممكن أنك تتحسس للأشعة، طبعا الأشعة لما يتفاعل مع المادة يسبب مناطق داكنة، ممكن أن نقيس المناطق الداكنة أو الداركنس اللي موجود مقارنة بريفرنس موجود عندنا، ونشوف نقدر نربط بين الأشعة وكمية الأشعة اللي حدثت العتامة هذه في الفيلم. وممكن يعني بالمعادلة اللي أنت تشوفونها ممكن نحسب حاجة يسمونها الأوبتيكال دنسيتي اللي نربطها بينها وبين الأشعة. يعني طبعا تستخدم فلاتر في هذه الحالة عشان أنواع مختلفة من الأشعة زي ألفا بيتا جاما. طبعا الأفلام ما تستخدم بشكل كبير حاليا، الكاشف الـ TLD راح نشوف أنه يستخدم في الكاسات الأشعية، الكاسات الأشعية ما راح نتعرض لآلية الآن يعني لأنه موجود في المحاضرة القادمة، فراح نخليه للمحاضرة القادمة، بس إنه نوع من أنواع الكواشف بمادة مختلفة. قياس الجرعة، طبعا الكواشف تستخدم في قياس الجرعة أيضا، الجرعة الأشعية مقدار الطاقة المودعة في جسم الجسم يعني أي إن كان يعني خلال مضر اللي يكون جسم الإنسان، فأحيانا ممكن تقيس الجرعة في جسم الإنسان أو أي جسم يعني خلال مرور الأشعة معه خلال المادة هذه أو خلال الجسم. مقدار الجرعة مرتبط بالأثر الذي سوف تحدثه، طبعا يلزم معرفة الجرعة الأشعية عشان تقدر أنت كأروسو أو عشان تقدر تحدد الأشعة وأثارها على الجسم. مقاييس الجرعات طبعا في عدة كميات يجب التعرف عليها يعني، أو الكاشف نفسه ممكن يعلمك عليها أو ممكن يكشف لك عليها أو ممكن يقيسها، وهذه مهمة من ضمن الكميات المهمة أو الأساسية في عمليات الحماية من الأشعة. مقياس الجرعات الأشعية هو جهاز يقيس بشكل مباشر أو غير مباشر الكميات زي التعرض، الكيرما، الجرعة الممتصة والجرعة المكافئة وهي المهمة، وأيضا الإفكتيف دوز الجرعة المكافئة والجرعة الفعالة عشان تربط بين الإشعاع ونوع الإشعاع وكمية الإشعاع. مقياس الجرعات زي ما قلنا غرفة التهية ممكن تستخدم في قياس الجرعات، الأفلام الأشعة اللي أشرنا لها والTLD وكشف أشباه الموصلات. طبعا هذا مثال ممكن يعني عفوا هذه تعريف لي كميات الأشعة اللي ممكن نتعرف عليها، وهي تعرف هنا معرفة إذا كانت تطلعون عليها لأن راح نتوقع نتطرق لها في المحاضرة القادمة. على سبيل المثال التعرض طبعا وحدتي الرونتجن هو مقدار التعيين اللي تحدثه الأشعة الكهرومغناطيسية المعينة يعني الأشعة السينية مثلا أو أشعة جاما في الهواء، ونتيجة التعيين يحدث عندنا تكون شحنات يعني 2.58 × 10^4 كولوم لكل كيلوغرام من في الهواء يعني. معدل التعرض وهذا مهم جدا يعني انك تعرف، وهذه كمية قياس مهمة جدا في عملية الحماية الأشعة، مقدار التعرض اللي تحدث خلال فترة معينة. أحد يقدر يعلمني ليش معدل التعرض مهم جدا؟ ضروري مشاركة صوتية صراحة. لكن لا معدل التعرض بيتقاس به في مثلا الحوادث الإشعاعية، بيحددوا بيه مثلا شنو الـ يعني الجرعات مثلا الحد اللهم صل على سيدنا محمد، الحد المفروض يتعرض له شخص اعلى منه ما يتعرض له. عاده بنسمع دائما في الحوادث الإشعاعية. طيب احنا ليش لازم نعرف صراحه معدل التعرض؟ يعني الحين لما يتعرض شخص فرضاً 1 جرين خلال دقيقة، أو يتعرض لنفس الجرعة اللي 1 جرين خلال ساعة، هل يوجد فرق؟
عفوا في فرق طبعا. وش الفرق؟ ما هي من أساسيات الحماية من الإشعاع إنه تعدي زمن بسيط جنب المصدر المشع. هذه من الأساسيات أو يسمونها أيوة. مبادئ الحماية الأساسية أيوة. للزمن والمسافة أيوة. أيوة. عموما هو الزمن يعني فعلا زي ما قلت اللي هو عامل مهم جدا. معدل التعرض لما يكون معدل التعرض عالي جدا في فترة زمنية، أنت لما تأخذ الجرعة في فترة زمنية منخفضة تكون تأثيرها أكبر، بينما لو تأخذ نفس المعدل الجرعة في فترات طويلة تكون تأثيرها أقل. طيب سؤال، ليش معدل التعرض العالي رغم أنها نفس الجرعة؟ نفس الجرعة يعني أنت تأخذ 1 جراي في ساعة ولا تأخذ في دقيقة، وش الفرق يعني؟ ليش الـ 1 minute التعرض الـ 1 جراي في الـ 1 minute راح يكون تأثيرها أكبر بينما لو كان في 1 hour أو 2 hours اللي هو 1 day؟ اللي تحت الـ 1 جراي التفاعل مع مثلا مع الجسم، التفاعل مع الجسم مثلا مع خلايا الجسم. طيب ممتاز، أنت حول الموضوع. طيب ممتاز، فيه أتوقع إجابة صحيحة. أتوقع بس علشان إنه بتكون كمية الإشعاع اللي تضرب في الجسم في نفس الوقت أو في الدقيقة هذه بتكون كبيرة، بينما لما وزعها على اليوم كامل أو على الأسبوع بتكون مقبولة. طيب ممتاز، بس هو الفكرة طبعا هم الإجابة صحيحة كانت في الشات، وحتى إجاباتكم أنتوا صحيحة إن شاء الله راح أقولها. أنتوا في المجال الطبي راح تعرفون حاجة اسمها الفراكشن، اللي هو لما تقتل الخلايا السرطانية احنا ليش نوزع، احنا نعطي المريض جرعة عالية جدا يعني هذه تقتل الخلايا، عشان كده احنا نعطي المريض جرعة عالية، لكن ما نعطيه على دفعة واحدة، نعطيه على فترات معينة عشان تقتل الخلايا السرطانية لأنها حساسة للإشعاع. الخلايا بشكل عام تعالج نفسها، فلازم نعطيها فترة انها تعالج نفسها، فلما تتعرض للجرعات في معدل بسيط في معدل وفي زمن بسيط جدا ما راح يكون عندها الوقت اللي تعالج نفسها، ولذلك راح تتأثر وراح تموت وراح اوكي. لكن لما توزع الجرعة الخلايا السليمة عندها وقت تعالج نفسها، ولذلك تقدر تتغلب على الآثار الأشعة نفسها. اوكي وضحت الصورة. فمعدل التعرض مهم جدا، يعني لما يكون معدل التعرض في منطقة معينة ال 1 gray per hour or something or 1 rentgen per hour or something لازم تعرف انها الوقت نفسه اوكي انه عامل مهم جدا، لكن هذا هو التفسير العلمي للموضوع. طبعا هذا مثال، احنا قاعدين نتجاوز لان في بعض الشغلات مكرره في المحاضره القادمه. معدل التعرض والجرعه المنتصف طبعا هذا مثال واضح يعني ان شاء الله ما فيه، وهذا نفس الفكره ترى ما راح الجرعه في جسم الانسان التعرض والمعرض والجرعه المنتصف هي مستقله عن طبيعه الاشعاع. الكميات السابقه طبعا زي ما قلنا التعرض معدل التعرض والجرعه المنتصف ما هي كافيه لمعرفه التاثيرات الحيويه التي قد تحدث للانسان المتعرض. التأثيرات هي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة المفقودة في مادة الوسط، الطاقات المفقودة تعتمد بشكل رئيسي على طبيعة الإشعاع. زي ما قلنا إحنا ألفا رغم أن تأيونها عالي جدا لكنها خارج الجسم، فما تحدث التأيون داخل الجسم بشكل كبير، هو يمكن إيقافها خلال طبقة الجلد يعني. فهذه مهمة جدا أنك تعرف أو تربط نوع الإشعاع بالجرعة الممتصة، فما هو كل جرعة ممتصة لها نفس التأثير، فالجرعة الممتصة من ألفا ولا من بيتا ولا من النيترون راح تكون يعني نفس التأثير. لازم تربطها بنوع الإشعاع نفسه أوكي، ولازم تربطها بحساسية العضو اللي تعرض له. يعني لما تتعرض اليد غير أنها تتعرض العين، يعني لما تتعرض لنفس الجرعة ولنفس الإشعاع الإكس راي فرضا على اليد ولا على العين أوكي، لازم ندخل عامل اللي هو حساسية العضو نفسه أو تفاعله مع ذلك. عشان نقيم التأثيرات البيولوجية فنحتاج وحدة تقدر تربط بين توزن بين يعني تدخل وزن التأثيرات الحيوية الأنواع المختلفة من الإشعاع. يعني الجرعة المكافئة تستخدم الإكويفالنت دوز، تستخدم تقييم التأثيرات الحيوية المختلفة أنواع الإشعاع بشكل أدق من الجرعة الممتصة.
لو تلاحظ المعادلة اللي هي الH Q في الD اللي هو الجرعة ممتصة. لو كانت الجرعة ممتصة فرضا 1 جراي من النيترون غير 1 جراي من الإكس راي، وضحت الصورة؟ الكيو معامل ولا يعتمد بشكل كبير قدرة التأيل لأنواع مختلفة من الأشعة. الكيو راح نلاحظ أن النيتران للألفا أكثر بكثير من الإكس راي والنيتران. الجرعة ممتصة ما تعطيك أو ما تعكس الصورة الفعلية أو الأشعة. راح تلاحظ لنا تردون من الرياض الأنواع من الأشعة. لو خلينا نأخذ الألفا بار راح نلاحظ أنه 20 ضعف إحنا في الرياض وكذا ترى بعلمون 20 ضعف الجاما أو البيتا أو الإكس راي. ما هو قال لي بدأ خمس مواصفات مقاييس الجرعات يعني لازم المفروض تكون عالية الدفع. أسوأ ربي ما تدرون أنا لاحظت يعني حتى تحس ما عورقي مقاسوة الجرعة يعني مو أنك تزيد الجرعة وتكون الجسد والخضر يعني عكسي لازم تكون بيانا خطي بالنسبة للأشعة المقاطعة للضوضاء والنويز اللي يعني تكون عالية جدا عشان تكون كذا ما أدري. طبعا لا غنى عن استخدام الكواش الشعاعي ودرجة الغضب ثلاثة أيام تطبيقات مختلفة ثلاثة أيام والله لو كاش الشعاعي واحد يناسب جميع أنواع الشعاعات أو حتى استخدامات الكشف الشعاعي كثيرة جدا. تروت الشعاعي كشف تروت الشعاعي قياس الجرعات الشعاعية الشخصية وفي عملية التصوير الشعاعي أو حتى في التصوير الشعاعي الصناعي أو الطبي. الجزء الأخير يعني إذن راح يتكرر. أمي عمرها 25 وأنا أمي عمرها 25 يعني شوفي جسمها وشوفي كم عورة. طيب نكمل. وأنا عمري 25 بعد كذا راح بس. قولي لي هاتذكر قلبها القاسي ما احتناس قلبي قضى